ربما الملف الخاص بالمواطنين والناس النهاردة الأولوية بالنسبة لهم الأسعار، الأسواق. عملنا تقرير كله بيتكلم على كده، أولويات الحكومة، أكل كويس إزاي، أسعار كويسة إزاي، مرتباتي أو معايا كام، هو ده اللي يهم المواطن من الآخر. يعني هنلف وندور، ولكن ليه على المواطن الحتتين دول؟ أولا خليني أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد كل التحية والتقدير طبعا الدكتور مصطفى بتقولي واحد من الناس اللي أنا بحترمهم جدا على المستوى إنساني، شخص خلوق ومؤدب، يعني أنا ما شفتوش حتى في مرة بيتلفظ بلفظ أو بعبارة يعني وحشة أو شيء من هذا القبيل. لكن خليني أقول لك إنه ربما الشارع عنده أزمة من التضخم، نعم، وعنده أزمة خلال المرحلة اللي عدت من الحاجات اللي عمالة تزيد بدون أي مبرر في بعض الأحيان، نعم، وطبعا الحكومة اجتهدت، الحكومة السابقة اجتهدت بشكل أو بآخر في هذا الملف، لكنها لم تنجح في هذا الملف النجاح اللي احنا محتاجينه كمواطنين. انا كمواطن لما اجي اقعد على قهوه او على غرزه او على مكان بلدي ولا بتاع واقعد احكي مع الناس في الاتوبيس في حاجه بتاع في عندهم مشكله. خليني اقول لك انه الناس في الشارع النهارده انا طول النهار عمال اسمع الناس عندهم مشكله، عندهم مشكله كبيره طبعا، منتظرين واضح يعني منتظرين من الحكومه القادمه حاجه تاني بقى. وعايز اقول لك تعالى بقى نقفل الصفحه دي ونروح لحاجه تاني. خليني اقول لك انا عندي اربع حاجات اتفضل مش محتاج غيره. اتفضل. ملف الحمايه الاجتماعيه. عندي ضبط الاسواق طبعا. وانا ممكن نقول لحضرتك روشيتا مع دكتور راضي. الدعم طبعا نقدي ولا عيني هنعمل فيه ايه؟ انا اعرف مدرس حضرتك بيحقق في اليوم الواحد بس في حدود 10,000 جنيه بتاع كيمياء وواحد بتاع احياء ومش عارف ايه، انت عارف امبراطور الكيمياء وامبراطور بيعمل 10,000 و20,000 جنيه في اليوم الواحد. وعنده بطاقه تموين. ده ظالم، ده المفروض اضربه بالنار في ميدان عام. مش هنضرب حد بالنار، يعني مش عايزين حد، يعني قصدي اقول لك ولا عايزين نقصد، لا ليس تجاوزا، يعني نحافظ على الناس كلها. لا كتير يعني اما يبقى بيكسب كل يوم 10,000 جنيه نعم وياخد بطاقه تموين نعم ويحرم منها، لا حاسب يعني اخضع ويحرم منها، وفي تنقيه تتعمل، لابد ان ينظم هذا الملف. ملهوش حق ما ياخدش، لابد ان ينظم هذا الملف. لما يبقى عندي تجار في منظومه، مش عايز ازيد حد يعني، لا طبعا، لما يبقى في عندي تجار في منظومه التموين بيحققوا ملايين من منظومة الدعم دي اللي بيتسرب، الدولة بتدي فلوس للمواطن، يعني احنا لو وصلنا نص فلوس الدعم دي للمواطن في ايده كده يصرف منها احنا هنبقى في دلع. نعم يعني ده منظومة لابد ان يتم ضبطها. التضخم طبعا هو ده الثلاث اربع ملفات دول اللي انا بآمل الحكومة تسمعنا المرة دي، اسمعونا مرة، احنا عندنا رؤية. لما احنا لسه كنا بنتكلم في حلقه جهاز حمايه المستهلك عنده 500 واحد 500 فرد منهم 90 عندهم ضبطيه قضائيه، هيرعبوا امه لا اله الا الله دي البلد دي ال 120 مليون صعب. قلنا يا جماعه هاتوا الطلبه الجدد، ويمكن انا قلت الكلام لحضرتك قبل كده في نفس المكان، هاتوا الطلبه الجدد وفي الجهاز تجربه ناجحه، الولاد اللي هم بتوع الخدمه العامه بيشتغل لمده سنه، هاتوا يشتغل مراقب اسواق يقدر يرصد للدنيا رايحه فين وجايه منين. انت طول النهار عمال تتكلم مفيش رقابه، وزاره التموين نفسها المواطن مفهاش اللي بيقول ما فيهاش ما هو المواطن هو بينزل يشتري بيلاقي الحاجات بتزيد، ما فيهاش 1000 وما فيهاش تموين يا استاذ احمد. قال ام الدوله دي كلها ما فيهاش 1000 وكله خرج، وانت عارف الصندوق دلوقتي بيقول لك ما تزودليش حتى لو عندك الجهاز الاداري. يعني هتعمل ايه مع ان طالما انت عايز اجراءات تتعمل الجميع يمشي عليها المنظومه دي لو جرى تفعيلها، وعلى فكره الجهاز عنده التجربه ونجحت، لو قدرنا نجيب الولاد دول ولا مش هياخدوا مرتبات، دول هياخدوا مكافاه اللي هي بياخدوها زي العيال بتوع الخدمه العسكريه. يعني ممكن مقترح يعني انا وجهه نظري الحكومه القادمه ان شاء الله هي حكومه مهام وملفات صعبه، الشارع محتاج لصالحه، صالحه الشارع، الشارع زعلان. طيب دكتور مصطفى بدر، الشارع زعلان فعلا؟ طبعا.